السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على عيون أحلى مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار. حلقة جديدة وأخيرة هذا الأسبوع من آخر النهار، حلقة يوم الخميس آخر أيام الأسبوع، الخميس الموافق 29 أغسطس 2019 من الميلاد. كل سنة وحضراتكم بألف خير، كل سنة وكل مسلم بخير، كل سنة وكل مصري بخير، كل سنة وكل قبطي مصري كمان بخير. أعلنت المعهد البحوث الفلكية أن يوم السبت القادم إن شاء الله هو بداية شهر محرم، أول أيام السنة الهجرية الجديدة. كل سنة وحضراتكم بألف خير، وأنا حريص طول الوقت أن أنا أقول كل مسلم بخير وكل قبطي بخير وكل مصري بخير، لأن أنا مؤمن زي ما قلت لكم طول الوقت خلال السنوات الماضية أنه الحالة المصرية عنوانها كده، أنه الأعياد فيها حتى الأعياد الدينية هي أعياد لكل المصريين. عيد طبعا الأعياد الوطنية زي 6 أكتوبر و23 يوليو و30 يونيو وما إلى ذلك هي أعياد للمصريين كلها لأنها أعياد وطنية. حتى الأعياد الدينية وهي دي الخلطة السحرية في جينات وتركيبة وشخصية المواطن المصري اللي محدش بره قادر يفهمها. حتى الأعياد الدينية اللي هي المفروض تفرق ولا تجمع في مصر تجمع المصريين. كل المصريين بلا استثناء يحتفلون بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وكل المصريين بلا استثناء يحتفلون بالمولد النبوي الشريف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل المصريين يحتفلون برأس السنة الهجرية، وكل المصريين يحتفلون برأس السنة الميلادية في يوم 31 ديسمبر. هي دي الدمغة المصرية اللي مميزانا عن كل شعوب الأرض. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب ربنا يهل علينا العام الهجري الجديد بالخير واليمن والبركة والصحة والسعادة والسلامة والستر والأمن لبلدنا، والدعاء المستجاب لكل مواطن يعيش على هذه الأرض. خلينا بسرعة للنهاردة، الوقت ضيق شوية علشان عندنا الفقرة الطبية في آخر النهار، وعندي النهاردة كمان فقرة فنية غنائية رائعة. أنا الحقيقة سعيد جدا بأنها عادت إلى مصر مرة أخرى، عندها حفلة بكرة في مهرجان محكى القلعة، فإحنا بالبلدي كده اصطدناها أثناء البروفات وهتيجي تشرفنا النهاردة ونتكلم معها كتير وتغني لحضراتكم كتير. صوت لبناني رائع رائع، مش هقول لكم عليه دلوقتي، هفكركم بيه لأنه كانت منوراني هنا منذ شهور في آخر النهار، وكان رد الفعل على استضافتها وعلى صوتها وعلى أغانيها أكثر من رائع. بسرعة نروح لأخبارنا. والنهاردة بتتواصل فعاليات قمة التيكات 7، القمة التي تستضيفها اليابان، قمة الشراكة الإفريقية اليابانية التي تترأسها مصر مناصفة مع اليابان، اليابان باعتبارها الدولة المضيفة والركن الأساسي في هذه القمة، ومصر باعتبارها رئيسة الاتحاد الإفريقي في هذه الدولة وممثلة لل52 أو دلوقتي ربما بين 54 دولة إفريقية. النهاردة كان العمل على أشده في هذه القمة، وكانت لقاءات الوفد المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيفة ونشيطة. النهاردة حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة رجال الأعمال الأفارقة اليابانيين، وألقى كلمة في هذه القمة أكد فيها على أن السوق الإفريقي واعد وجاذب للاستثمارات جدا، ودعا كل رجال الأعمال والشركات الكبرى وكل عناصر وأعمدة الاقتصاد الياباني إلى الاستثمار في إفريقيا، أولا جنيا لأرباح، ثانيا تنمية للأفارقة وللشعوب الإفريقية ومحاولة لرفع مستواهم المعيشي. وقال الرئيس إننا نثمن ما أبدته اليابان من التزام نحو تعزيز التعاون وتكثيف التشاور مع دول الاتحاد الإفريقي. كمان الرئيس النهاردة التقى بأنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة أو الأمين العام للأمم المتحدة، وكان الحوار مثمرا جدا. أنطونيو غوتيريش أبلغ الرئيس سعادته ومتابعته الدقيقة للنجاحات التي تحدث في مصر على كافة الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية، كما ثمن وقدر جدا المسؤول الأممي ما يحدث منذ أن تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي والمبادرات والبروتوكولات والمهمات التي تقودها مصر للقارة الإفريقية في هذا المجال. من ناحيته أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمنياته بأن يزيد التعاون وأفاق
التعاون والاتصال ما بين منظمة الاتحاد الإفريقي كممثل شرعي وقانوني للدول الإفريقية ومنظمة الأمم المتحدة التي تمثل دول العالم قاطبة، وأن هذا التعاون سوف يزيد بالتأكيد من الفرص الممنوحة للقارة الإفريقية. وأبلغ الرئيس الممثل الأممي أو المسؤول الأممي كمان ضرورة التوزيع العادل للفرص وللثروات وحتى فيما يتعلق بالعلاقات السياسية، لأن إفريقيا تستحق أن تأخذ حقها تحت الشمس. تعالوا نشوف هذا التقرير عن مجمل نشاطات الوفد المصري والرئيس المصري في اليابان. في ثاني أيام قمة تيكاد السابعة بيوكوهاما في اليابان، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة تحت عنوان الحوار بين القطاعين العام والخاص. قامت دول الاتحاد الإفريقي بصياغة أهداف أجندة التنمية 2063 والتي أضحت مرجعا لكافة الدول الإفريقية لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، كما قمنا ببلورة برنامج تنمية البنية التحتية في إفريقيا بيدا بهدف تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والطاقة على المستوى القاري. كما افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد شينزو آبي منتدى الأعمال الإفريقي الياباني على هامش أعمال القمة السابعة للتيكاد. يأتي هذا المنتدى ليؤكد ما باتت إفريقيا توفره من مناخ إيجابي لاحتضان رواد الأعمال وجذب الاستثمارات. لقد أثبتت الفترة الماضية توافر الإرادة السياسية لدفع الجهود الإفريقية المخلصة للإصلاح والتحديث، والتي تشمل جميع المحاور الاقتصادية والمجتمعية والهيكلية في مختلف دول الاتحاد الإفريقي. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني. السيد الرئيس أشاد خلال اللقاء بالدور الحيوي الذي يقوم به الرئيس موسيفيني كأحد القيادات الحكيمة في إفريقيا وبجهوده لتعزيز الأمن والاستقرار في القارة. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أنطونيو غوتريش سكرتير عام الأمم المتحدة. السيد الرئيس أكد تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وأكد تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030. أعقبها لقاء مع السيد هيروشيجي سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني. الوزير الياباني رحب بالسيد الرئيس في اليابان مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كافة المجالات. كما حضر سيادته العشاء الذي أقامه السيد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي. السادات والسادة، إننا نثمن ما أبدته اليابان من التزام تعزيز التعاون وتكثيف التشاور مع دول الاتحاد الإفريقي في إطار محفل التيكاد، وكذا الالتزام بتعزيز الصلات بين شعوبنا بما يسهم في دفع مسيرة التنمية في القارة الإفريقية، ويستجيب لمصالحنا المشتركة في إطار من احترام سيادة الدول ومقدراتها. إننا نلتقي مجددا وللمرة السابعة للبناء على ما تم إنجازه في إطار الشراكة القائمة بين بلدكم الصديق والقارة الإفريقية. نجاحات مصرية في اليابان وتمثيل مشرف لمصر وإفريقيا قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له، وأعتقد أنه ثمار هذه الزيارة هتبان وهتؤتي أكلها إن شاء الله خلال الأيام والأسابيع القادمة لما تتفعل الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات اللي تم الاتفاق عليها في هذه الزيارة، وتبتدي الاستثمارات تتدفق، استثمارات اليابانية طبعا أقصد، تتدفق إلى القارة الإفريقية مع الاتفاقات والشغل اللي حاصل ما بين مصر والدول الإفريقية خلال قمة الاتحاد الإفريقي اللي أقيمت في النيجر منذ شهر.
بفكرة السوق الإفريقية أو اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والسوق الإفريقية المشتركة وفتح الحدود وسهولة دخول البضائع والانتقال البضائع مع تقليل الضرائب الجمركية أو التعريفات الجمركية، كل ده هيؤدي إلى عموم انتشار الفائدة على الشعوب والدول الإفريقية كلها. خلونا ننتقل بسرعة من النجاحات المصرية سياسيا واقتصاديا في اليابان إلى النجاحات المصرية رياضيا في المغرب. الحقيقة أبطالنا ما زالوا يحصدون الذهب، أبطالنا الذهب، أبطالنا المتألقين، أبطال مصر بعثت مصر في المغرب ما زالت تواصل حصد الميداليات الذهبية وأيضا الفضية والبرونزية في دورة الألعاب الإفريقية في المغرب. وخدوا بالكوا إنه احنا بنقترب من الايام الاخيره للبطوله، ومع اقترابنا من الايام الاخيره الميداليات بتزيد، عشان ما حدش يقول هي الميداليات اشمعنى دلوقتي بتكتر، لانه في بدايه البطوله المنافسات والادوار التمهيديه ودور ال16 والدور الاقصائي وحاجات من دي، كل ما بنخش على الاخر كل ما الميداليات بتزيد، لانه خلاص كل الاوزان وكل الالعاب بتوصل الى مراحلها الاخيره ومباريات تحديد المراكز سواء من الاول الى الرابع بيتم اقامتها في هذه الايام، فعشان كده الفاينلز كتير او المباريات النهائيه كتيره وكذلك الميداليات كتيره. الشيء اللافت للنظر واللطيف واللي يفرح ان انا وزملائي من نص ساعه لما حبينا نعمل التقرير وحبيت اعمل الخبر عشان اطلع اقول لحضراتكم ان احنا الحمد لله ما زلنا متصدرين القائمه ومصر الاول بامتياز وتقريبا بدون منافسه، الحمد لله الله اكبر، يعني بفارق كبير عن الدوله صاحب المركز الثاني وهي دوله جنوب افريقيا. ما احناش عارفين نجيب رقم، يعني ال- 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 الجدول هوريه لكم دلوقتي على الشاشه، كل ما نيجي نقول مثلا ادي دلوقتي 179 ميداليه نكتب نلاقيهم ب 180، ارجع يا ولا اكتب بقوا 181 بقوا 182 بقوا كذا، بسم الله ما شاء الله، مش عارف دلوقتي في العشر دقائق اللي فاتوا دول وصلوا لكام. اتفضل يا عم، وصلوا ل 214 ميداليه بسم الله ما شاء الله، كل دقيقه كل خمس دقائق ميداليه جديده تضاف الى سجل الذهب والفضة والبرونز المصري. التوتال الآن أو المجموع الآن 214 ميدالية، 75 ميدالية ذهب، 85 ميدالية فضة، 54 ميدالية برونز. لكن زي ما أنا قلت لكم وبكرر كل يوم، العبرة بالذهب، ممكن نكون جايبين 1000 فضة بس في دولة متفوقة علينا في الميداليات الذهب هي اللي تتفوق علينا في الترتيب، لكن الحمد لله احنا جايبين تقريبا ضعف ده. دلوقتي نيجيريا هي بقت التاني، مش افريقيا، مش جنوب افريقيا. عرفتوا ليه بقى؟ رغم ان نيجيريا افريقيا كانت متصدره طول الفتره اللي فاتت المركز التاني، نيجيريا جابت ميداليه ذهب زياده النهارده عن جنوب افريقيا، عشان كده قفزت نيجيريا الى المركز التاني ب 33 ميداليه ذهب، وجنوب افريقيا بقت 32، واحنا الحمد لله زي ما احنا ذهبنا ضعف ذهب المركز التاني، الذهب بتاعنا ضعف قد مرتين صاحب المركز الثاني. اما مجموع الميداليات 214، ثلاث اضعاف تقريبا، ثلاث اضعاف الدوله صاحب المركز الثاني اللي هي نيجيريا. نيجيريا 80 واحنا 214، تقريبا ثلاث اضعاف الا سنه. وعشان تتاكدوا من كلامي، دوله الجزائر جايه في المركز الرابع. بصوا على مجموع اللي هو التوتال هتلاقوا 107 ميدالية، يعني المفروض اكتر من جنوب افريقيا واكتر من نيجيريا، لكن عشان الذهب اقل منهم هي جاية في المركز الرابع. خدوا بالكم بقى، هي الفكرة في كده، العبرة بالذهب. فاحنا الحمد لله ذهب محدش زينا، فضة محدش زينا، برونز محدش زينا، اما في المجموع فاحنا لا زي ولا اي وربنا يحمينا ويديمها نعمة، ويديمها نعمة يا رب. تاني وتالت ورابع وخامس وسادس، قبل ما اسيبكم مع هذا التقرير اللي بيرصد حصد الأبطال المصريين للذهب في المغرب، ومنه نطلع للتقرير للمرة العشرة، هو بقول لكم دعموا أبطالنا في الألعاب دي، شجعوهم، حسسوهم بقيمتهم، حسسوهم بقيمة اللي هم بيعملوه، حسسوهم ان انتوا فرحانين بالبطولات اللي هم بيحققوها، حسسوهم ان انتوا فخورين ان هم ابطالنا اللي رافعين راسنا، حسسوهم ان احنا في منتهى السعاده والفخر بالميداليات اللي بيحققوها وبالعلم المصري اللي بيرتفع وبالسلام الوطني لجمهوريه مصر العربيه اللي بيعزف كل دقيقه في المغرب على رؤوس الاشهاد.
عرفوهم ان انتوا وراهم ولو برسالة على السوشيال ميديا. نلتقي بعد الفاصل. بأكثر من 279 ميدالية تربعت مصر على عرش رياضة بإفريقيا، وذلك في دورة الألعاب الإفريقية الـ12 المقامة بمدينة الرباط بالمغرب، بعدما زادت الفارق في صدارة البطولة عن أقرب المنافسين جنوب إفريقيا لترفع رصيدها في حظ الميداليات المتنوعة بين 59 ذهبية و74 فضية و46 برونزية، بفارق كبير عن جنوب إفريقيا صاحبة المركز الثاني، لتقفز نيجيريا للمركز الثالث وتتراجع المغرب للمركز الرابع. دورة شهدت تتويج ميار شريف بذهبية فرد السيدات في التنس لتصبح أول لاعبة تنس مصرية تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية. وتقام دورة الألعاب الإفريقية في العاصمة المغربية الرباط في الفترة من 19 حتى 31 من أغسطس، ويشارك فيها حوالي 6396 رياضياً و2000 مسؤول من حكام ومدربين، بالإضافة إلى 2000 متطوع في المنافسات. فمصر حصدت لقب النسخة الماضية من دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في الكونغو برازافيل ب217 ميدالية متنوعة. إسراء سعد، آخر النهار. أخبار وصور وفيديوهات يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي يومياً، وإحنا في برنامج آخر النهار نرصد لكم أبرز ما جاء فيها، والتي كان من بينها تداول رواد السوشيال ميديا خبر دخول الفنان تامر حسني في منافسة شرسة على مستوى القارة السمراء للحصول على لقب أفضل فنان إفريقي لعام 2019، وذلك ضمن جوائز الموسيقى الإفريقية أفريما، وتم إدراج اسم تامر في ترشيحات القوائم الأولية لتصويت الجماهير في الأفريكان ميوزيك أوردز، والتي تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء، حيث ينافس حسني في تصنيفين، أولهما أفضل فنان على مستوى إفريقيا وأفضل أغنية لهذه السنة عن أغنيته الناجحة ناسيني لي التي ظهرت ضمن ألبومه الأخير أعيش بشواك. شاركت الفنانة السورية أصالة جمهورها ومحبيها على السوشيال ميديا بألبومها الجديد في أوربك، والتي حظيت أغنية جدا جدا فيه على إشادة عالية من الجمهور، حيث تقترب من تحقيق 2 مليون مشاهدة، وذلك عقب طرحها عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب بأيام قليلة. يا حبيبي من غير ما تقول لي كل اللي في قلبك بالملي واصل لي، أنا برضو بحبك جدا، لا أكتر بقى يمكن جدا جدا، أصلا أبدا قبلك عمر الإحساس اللي أنا فيه ده ما حصل لي. تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لسائق ميكروباص بمدينة بنها، لا عجب في ذلك، لكن العجب كل العجب مما يفعله السائق مع الركاب من خفة ظل متناهية ومدعبة ومشاكسة لكل من حوله، وارتجال جمل وكلمات تشعرك بأنك في طائرة وليس في ميكروباص. من قائد الطائرة جامبو إير فرنسا، الطائرة 2202، الرحلة 692 القادمة من مطار أمن الدولة الدولي. على جميع السادة الركاب دفع أم الأجرة، ابعت على جميع السادة الركاب ربط الأحزمة. أظهر مقطع فيديو متداول حالة نادرة الحدوث لنعجة تلد خروفاً بجسد واحد في المملكة العربية السعودية، وبين الفيديو حالة الخروف بعد ولادته، حيث أنه يتغذى بشكل طبيعي ولا يزال حياً.
نشر الفنان محمد رمضان فيديو له وهو يداعب ابنته كينز ويقف في حمام السباحة على حسابه الشخصي على إنستغرام، وعلق رمضان على الفيديو قائلا: بنتي كينز محمد رمضان، ربنا يحفظها ويحفظ أطفالكم جميعا. ويظهر في الفيديو رمضان وهو يقفز في حمام السباحة، بينما تذهب له ابنته كينز وتحمل وردتين وتعطيه إحداهما أثناء وقوفه في حمام السباحة. أثار تمثال الفنانة ليلى مراد المتواجد بمحافظة مرسى مطروح تعليقات العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لأن تمثال لونه أسود داكن وملامحه بعيدة عن ليلى مراد، لكن تمثال الذي جاء بهدف تكريم نجمة الأربعينات جاء لا يشبهها بالمرة، لا في الجسم ولا طلة الوجه ولا الشعر ولا حتى في طريقة الملبس. وأثار ظهور التمثال بهذا الشكل غضب وسخرية الكثيرين. إسراء سعد، آخر النهار. حلو التقرير بتاع السوشيال ميديا، وياما هنشوف العجب. طالما السوشيال ميديا دي نافذة العجب اللي بنشوف منها كل غريب وعجيب، هنفضل طول اليوم نستعجب ونستغرب. موضوع تمثال ليلى مراد هو فعلا غريب شوية، بس هو يمكن مش شمس، يعني ما التمثال واقف في الشمس، وتعرفين شمس ما تروح في الصيف ما بتهزرش، فيمكن اسمرت من الشمس او مش عارف. يعني هي محاولة جيدة، لانه ليلى مراد اصبحت باغنيتها الشهيرة جدا جدا بحب اتنين سوا، المية والهوى ويا ساكني مطروح جنية في بحركم، اصبحت رمز المطروح، وكانت احلى مسوق واحلى دعاية واحلى ماركتينج لمرسى مطروح من الاربعينيات لما عملت الفيلم هي و كان اسمه ايه؟ لا حسين رياض ايه؟ حسين صدقي، ايوه اللي هو كان بسم الله ما شاء الله ده 6 في 9. فكانت الاغنية دي اول حاجة فتحت عينينا على جنة مطروح وساحل مطروح ومية مطروح الزرقاء الفيروزية التي لا تضاهيها مية في العالم، والجو الحلو بتاع مطروح، وفي صخرة هناك دلوقتي باسم ليلى مراد في مطروح، فحلو ان يتعمل تمثال لليلى مراد في مطروح، بس الاحلى انه يبقى ليلى مراد، ما يبقاش يعني ليلى مراد النيجاتيف بتاعها يعني. اما القصه بتاعت تامر حسني، فانا سعيد ان واحد من نجومنا بيتم ترشيحه للدخول في مسابقه الاغاني الافريقيه وافضل فنان افريقي، وهنا سواء اللي بيحب تامر حسني او اللي ما بيحبوش قوي او اللي بيفضله او ما بيفضلوش، دي مش قصه تانية. في النهايه احنا امام رمز مصري مشترك لوحده كمصر في هذه المسابقة، فأنا بدعوكم إلى ترشيحه والتصويت إليه. شوفوا المواقع اللي داخل عليها هذه المسابقة، ولو في تصويت للجمهور خشوا وصوتوا، وإحنا 100 مليون بسم الله ما شاء الله، لو صوتنا لتامر هيحصل على الجائزة، وحصول تامر على هذه الجائزة هيكون بمثابة حصول مصر على هذه الجائزة، لأن تامر مش بث بيمثل نفسه لكن بيمثل الفن المصري، وتامر واحد من نجومنا اللي بنسعد بيهم، فعشان كده أنا من أول مرشحيه وحصوت له إن شاء الله. أما محمد رمضان يبقى محمد رمضان، كنز محمد رمضان، بسين محمد رمضان، سيكس باكس عن محمد رمضان، محمد رمضان لازم كل يوم يبقى مثار حديث السوشيال ميديا، هو حابب كده وهو عايز كده، فمحمد رمضان يبقى محمد رمضان، ظاهرة علينا إن احنا نتعامل معها زي ما هي كده. طيب خلينا قبل ما اختم عايز اتكلم معاكم في موضوع اعتقد انه مهم ويجب ان احنا نلفت النظر اليه، وحضراتكم يجب ان انتوا تستوعبوه كمان بشكل دقيق وصحيح. انتوا عارفين انه منذ شهور وربما سنوات تخوض الدولة المصرية عن طريق القوات المسلحة والجيش المصري حرب شرسة وشريفة ومقدسة ومصيرية على أرض سيناء من أجل تطهير أرض سيناء من الإرهاب وخلايا الشر والعنف والتكفير والتشدد والمرتزقة، كل أشكال الإرهاب اللي للأسف موجود في سيناء. والدولة والجيش على صعيد هذه العملية العسكرية محققة نجاحات ممتازة ممتازة، وكل يوم بعد يوم بتحقق نجاحات وبنكسب أرض جديدة، وقريبا بإذن الله، لأن احنا عارفين إن الحرب دي طويلة، والجيش والدولة والرئيس قالوا لنا ان احنا داخلين حرب مش سهلة، لكن نهايتها احنا مؤمنين بربنا اولا ثم في قواتنا المسلحة وفي الدولة المصرية، ان شاء الله ستنتصر وستنتهي لصالحنا. قلت لحضراتكم انها حرب مقدسة، لانه الحفاظ على الوطن والدفاع عن تراب الوطن هو اقدس الاقداس، اقدس المقدسات، هو جهاد في سبيل الله.
قلت لحضراتكم انها حرب مصيرية، لانه يا احنا يا هما، يا اما احنا اللي ننتصر الدولة وتبقى مصر موحدة وقوية وشعبها متماسك ويعيش في سلام وامان، اما لقدر الله ان ينتصر الارهاب وتفتت الدولة وما بقاش فيه وطن، ونحن لن نسمح بذلك. وقلت لحضراتكم انها حرب شريفة، لان الحقيقة القوات المسلحة بتتعامل في هذه الحرب بمنتهى الشرف مع طرف غير شريف، وهي دي صعوبة المعادلة، ان تتعامل باخلاقيات الفرسان وان تتعامل بالشرف وبالقيم مع طرف لا يتحلى بالاخلاق ولا عنده قيم وبيمارس ارخص واقذر الممارسات وصولا لهدفه. وانا اتحدث طبعا عن الارهاب ايا كان شكله، كان سواء اخوان ولا داعش ولا جماعة كذا ولا جماعة كذا، كلها اقنعة لارهاب واحد. القوات المسلحة بتتعامل باحترام، بتحاول اصطياد الارهابيين وخلاياهم واوكرهم، بس تحاول الحفاظ على ارواح المدنيين الابرياء، وحتى لو كان في تماس ما بين الارهابيين والكذا لا تقوم القوات المسلحة باي فعل قد يعرض حياة مواطن سيناوي واحد للخطر، وهو ده الشرف في الحرب، وهو ده يمكن اللي مصعب المسألة، لكن انا متأكد ان القوات المسلحة قادرة على الانجاز والاجهاز على الارهاب. مع هذا الخط العسكري الامني الناجح اللي ماشي، الحقيقة الدولة المصرية والقوات المسلحة بتعمل عمل في رأيي اكثر اهمية. هتقولي في اكثر من اهمية من الحرب والتطهير؟ هقول لكم اه، الاكثر اهمية من الحرب والتطهير التنمية والتعمير. قوات المسلحة يدا بيد وبخط متوازي مع السلاح الذي تقاوم به الارهاب، معول البناء، معول البناء موجود في الايد التانية، بيبني وبيعمر وبيزرع وبيستصلح علشان سينا مش بس تتطهر من الارهاب، تعمر وتنمى كاملا، ويبقى ده اول حجر اساس للحفاظ على امن سينا ما تبقى لنا من العمر. احنا قلنا دوما ان التنمية والتعمير هي اول خطوط الدفاع عن اي ارض، وهذا ما تفعله القوات المسلحة حربا وتنمية وسلما. تابعوا معي هذا التقرير. من الوهلة الأولى يبدو لك أن هذه القرية تفتقر للمتطلبات الأساسية للحياة، لكن ربما كان هذا في السابق، فالصورة أمامنا لم تكن كاملة. فعلى الجانب الآخر مشروعات قائمة وخلية نحل تعمل وتنتج، وهم من أبناء هذه القرية. تلك المشروعات التي أقامتها الدولة المصرية بعد إعلانها بضرورة إعمار وتنمية سيناء، فهذه البقعة هي ترجمة واقعية لمدى سعي الحكومة في مساعدة أهالي سيناء من جهة، ومن جهة أخرى تنميتها. لا فرق كثير الحمد لله، نشكر جهاز تعمير سين ونشكر كل واحد شارك في المزرعة هذه وجابها لنا. كنا زمان ما فيش أي حاجة عندنا، احنا عايزين خضار نروح أي مكان، يا برديس يا طور نجيب خضار نجيب أي حاجة من هنا ناقصانا. نشكر جميع حد ساهم في المزرعة هذه، وقبل كده ما فيش أي حاجة هنا في المزرعة. دلوقتي عندنا جواف وعندنا نخيل وعندنا مانجا وعندنا بردقان وعندنا زيتون وعندنا الحمد لله كل حاجة متوفرة. كان جبل فاضي، أما من يوم دوع ونسقنا مع الجهاز وعملنا المشروع ده صارت سنة أحلى من سنة، لحد لما شفنا الانتاج واشتغلنا وصرنا بنورد هنا في القرية وفي المدن المجاورة مدينة أبورديس والطور وبننزل مصر وأي مكان أي محافظة. فرق كثير خالص، احنا كنا ما فيش حاجة خالص، الوقت احنا كفاية الإعلام اللي عندنا. والله دلوقتي عندنا الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى ومن فضل جيشنا، خطبوا فرع عندنا كل حاجة. خدت باله شاف الشجار دي كلها دي جوافة، وبعديها تلاقي مانجا، وبعديها تلاقي ليمون، وبعديها تلاقي رمان، يعني والبردقان وجميع حاجة متوفرة عندنا، والخضار والمواصلات خدت بالك، والطرق خدت بالك، والمستشفى الحمد لله خدت بالك، والمدرسة بتاعت الأطفال جيدة جدا خدت الحمد لله، متوفر لنا كل حاجة خالص. ولو طلبنا من سيادة المحافظ أي حاجة بنشوفها لتنمية سينا، الراجل بيوفرها لنا وماشي معنا على طول على الخط. هنا في إحدى التجمعات البدوية في جنوب سيناء، ليس فقط لإنتاج الخضروات والفاكهة، ولكن نجد هنا مزرعة للثروة السمكية والحيوانية، فهي نموذج لغيرها
المنتشرين في ربوع سيناء. وبالتالي مع إقامة هذه المزارع والمشروعات توفرت متطلبات الحياة من مياه للزراعة والشرب عن طريق حفر الأبار ومصدر للكهرباء بإنشاء محطات للطاقة الشمسية. المولد بيشتغل 6 ساعات بالليل وساعتين بالنهار، ولو اشتغلت لنا الطاقة دي إن شاء الله حتوفر لنا حياة كريمة وننور وإن شاء الله حتشتغل. وما زالت الدولة مستمرة في عملها بإقامة العديد من المشروعات في كافة أنحاء سيناء. احنا أول مرحلة عملناها كانت مرحلة وادي تال، مزرعة وادي تال، بعد كده من المحافظة كلمتنا نخش الجبال نعمل نفس النموذجية اللي كانت في وادي تال تتعمل لنا في كل الجبال عند البدو. عشان كده احنا بدل ما البدو مش عارفين يشتغلوا احنا شغلنا البدو، عملنا لهم النموذجية بتاعتهم دي. دي 30 فدان، أقل مزرعة 30 فدان، وأنت بعد كده 70 فدان، وأنت طالع بعد كده، أقل مزرعة 30 فدان. بتبقى مكونة من كل المزرعة اللي تشوفها ده، فاكهة، صوب، خضار، كل حاجة موجودة عندك، حتى السمك بستغله في حاجتين اتنين، سمك وميته باخدها للنخل، بدل ما أحط أسمدة يبقى أنا عندي مباشر كلها فين؟ من علف السمك. العمالة هنا في كل مزرعة عندي فيها 12 بدوي. في كل مزرعة عندي فيها 12 بدوي، شغالين ري، زراعة، في كل حاجة. حتى الصيانة بقى حافظين كل حاجة في المزرعة. أحسن ما بجيب حد من تحت هيتعبني ويبهدلني. المشهد لم يكتمل إلا بتواجد الحصن الحصين للدولة المصرية، رجال القوات المسلحة المتواجدين في كل مكان لحفظ الأمن ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه. إحنا كفرض أمن وحراس على الكمين هنا هدفنا أن الحدود تكون مطمئنة من أي حاجة، هدفنا أن ما فيش حد إرهابي يحاول يطول البلد. وبنصح أي حد أن أي حد قادم على الجيش أن هو لازم ياخد الخطوة دي، لأن خطوة عظيمة في تاريخ أي إنسان أن هو يحاول يعرف معنى مصر ويحاول يعرف يعني ايه عسكري او يعني ايه ضابط او صف ضابط بيحمي حدودها. فلازم يا فندم الواحد يكون فخور ان هو مصري وفخور ان هو عسكري اساسا في الجيش المصري. اما في مجال الاسكان وبتكلفة وصلت لواحد ونصف مليار جنيه، فعدد الوحدات المنفذة بالمحافظة بلغت نحو 9112 وحدة سكنية، وتم اقامتها على عدة مراحل وتم تسليم البعض منها لاهالي سيناء. المشروع احنا واقفين فيه دلوقتي عبارة عن 60 منزل بدوي. المشروع على مسطح 30,000 متر مسطح، المساحة المخصصة للمنازل. حاليا بيتم فيه 60 منزل بدوي امتداد ل60 اللي احنا فيهم، بحيث يكون اجمالي عدد الوحدات 120 منزل بدوي. مسطح المنزل الواحد 120 متر مسطح، شامل استقبال وغرفتين ومطبخ وحمام وطرق التوزيع وحوش سماوي. بالنسبة لجهاز تعمير سيناء، في حضرتك احنا عندنا خطة اسكان بدوي بتتم كل سنة، ودي بتتم بالتنسيق مع المحافظة ومع رؤساء المدن بتحديد الأماكن الأكثر احتياجا للإسكان البدوي. بالنسبة للمشروع دلوقتي احنا مكان، احنا في مدينة تور سيناء. المشروع اللي موجودين فيه دلوقتي مشروع إسكان اجتماعي. طبعا مشروع الإسكان من ضمن المشروعات الطموحة اللي بيتولى مهمتها ولصالح المواطنين وصالح كل أهالي مصر الحبيبة السيد رئيس الجمهورية. وكان السيد المحافظ كان في الفترة اللي فاتت دي كان في تنسيق تام مع وزارة الإسكان، بحيث ان احنا ننفذ اكبر عدد من الوحدات السكنية في خلال ال4 سنين اللي فاتت دي. احنا ابتدينا بحوالي 9136 وحدة، والحمد لله في احنا دلوقتي في مرحلة التسليم، سلمنا حوالي 60% منها دلوقتي. المعادلة الصعبة ربما تتحقق الآن على أرض الواقع بإرادة مصرية حقيقية، فبخطوات ثابتة تخطوها مصر تحقق هدفها، محاربة الإرهاب ودحره من جهة، ومن جهة أخرى البناء والتنمية. أحمد غنيم، آخر النهار. فاكرين حضراتكم الدويتو الساحر ده اللي كان موجود في العاصمة الإدارية يوم افتتاح مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد السيد المسيح عليه السلام؟ كان يوم جميل وكانت ليلة جميلة، وكانت المعاني والأفكار والرسائل اللي فيه جميلة، بس كمان الأصوات اللي فيه كانت جميلة. الصوت الساحر ده اللي احنا سمعناه، وكان عندي بعديها بيومين هنا في آخر النهار، وكنت سعيد جدا 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 باستضافتها
زي ما انا سعيد جدا 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 باعاده استضافتها دلوقتي بعد شهور في ليله تالقها ان شاء الله بكره على مسرح مهرجان محكى القلعه بدعوه كريمه من وزاره الثقافه المصريه وجهت لها الدعوه. والحقيقه انا بشكر الوزاره على حسن اختيارها. تانية صوت هي اسمها تانية صوت صوت تحس ان هو ملائكي كده, صوت تحس ان فيه كمانجا مع القيثارة مع القانون مع هو سيمفونية كده اوركسترا سيمفوني موجود في احبال صوتية واحدة للصديقة العزيزة الفنانة الجميلة تانية اسيس اللي بنوراني. مرحبا. يعني كل مره بتخجلني بالمقدمه تبعيتك, وانا كل مره بحاول اقول كلام يليق بيكي وما بلاقيش. ميرسي. يعني عن جد كلامك كثير بيأثر فيي, و لالي هالصاله المشتركه هي حاله. يعني صحيح. بحس اوقات بركي انه حنجرتي عم تغني لحالها بدون كل مره لالي كانه اول مره عم غنيها او عم بقدمها, ووقتها بسمعها كمان بتاثر, بفتكر بتاثر قد ما الناس بيتاثروا, لانه صحيح. هي كثير ايمان, يعني ايمان كثير قوي انا عندي بالانسانيه. هي كلها روحانيات, تحسسك ان انت في عالم تاني, وفي في في الحاله اللي احنا كلنا بنحب نعيش فيها, اللي هي كل واحد بديانته بمعتقداته في حالته الايمانيه والروحانيه اللي عايش فيها في سلام ومحبه مع الاخرين. صحيح صحيح. وهيدا الانسانيه هيك صحيح. هيك لازم نكون. واللي جربت اعمله انه من خلال الانواع الموسيقيه اللي هن كثير مختلفين بين ترنيمه مريم يلي هي كلاسيك مقطوعه كلاسيكيه, وانشوده مولاي شرقيه, قلت انا اذا بنقدر ندمجهم بهالطريقه الحلوه ليه نحن كبشر كانسان صحيح. ما فينا نعيش مع بعض بطريقه هالقد حلوه وقديش أكيد. هيك فيها احساس وحب وعشان خارجه منك بصدق, وصلت للناس كلها بالصدق. يعني كل الناس كل مره بيسمعوا زي ما انت قلتي بيتاثروا, بتحصل لنا رعشه كده وحاله ايمانيه رائعه. وانا اعتقد ان دي واحده من اهم رسائل الفن. يعني الفن طبعا للاستمتاع وللترفيه وللبهجه واوا, بس كمان الفن بيبقى في اعلى درجاته لما يؤدي بينا لهذه الحاله, لما يكون بيرسم فينا قيم ومعاني كلنا تؤدي الى تعايش البشريه. صحيح. والحلو انه هون بحب عن جد وجه يعني شكر كبير لكل المنظمين, كان هذا الحدث الكبير وانفتاح المصريين لهالرسالة. صحيح. يعني اليوم أنا بكون صريحة معك, مصر هو تاني بلد من بعد لبنان أنا بقدم فيه المزيج بين الأديان, والبلد العربي الوحيد بعد لبنان. هلأ أنا غنيته بكتير بلدان بأوروبا, غنيته بميلانو قدام الكاتدرائية الكبيرة مع صوت الأديان, غنيته بأمريكا بأستراليا بباريس وإن ما كان, بس كبلد عربي مصر كان البلد الوحيد من بعد لبنان يلي حب أنه ينشر هالرسالة. فهيدا بفتكر ببين قديه الشعب المصري قريب من الشعب اللبناني, وقديه اثنيناتنا عنا هالإيمان الكبير بالعيش المشترك وبحوار الأديان. صحيح. أنا طول الوقت أنا شهدتي مجروحة قدام لبنان وقدام الشعب اللبناني, وأنا بقول طول الوقت إن فيه زي حبل الوريد كده ما بين القاهرة وبيروت لم ينقطع. وصحيح يعني رغم بعد المسافة لكن قرب الثقافات وقرب الفكر وقرب الاستنارة وقرب التفتح بيخلينا من أقرب الدول والشعوب والحضارات لبعض. صحيح. وطبعا وجود تانية كمان يقربنا للبنانيين. شكرا شكرا. بالعكس أنا يعني فخر لإلي وسعادة كتير كبيرة أن يكون بمصر. يعني أنا كانت أول مرة بطلع على الشعب المصري بهيدا الحدث الكبير بأول السنة. صحيح. يعني أول مرة بكل مهنتي الموسيقية بغني بمصر, وكتير سعيدة أنه هالحدث وصل إذا بدك هيك هالقد عن هالحدث, وحبوا يستضيفوني مرة تانية. ومثل ما أنت شكرت أنا كمان حابة أشكر كتير وزارة الثقافة وأكيد الدكتورة إيناس عبد الدايم يلي هي شخصيا دعيتني الوزيرة. صحيح. تشارك بهذا المهرجان. هو شفتوا الفرق بقى, أنا أقول وزارة الثقافة هي قالت اسمعوا منها كده اسمها وزارة الإيه؟ وزيرة الثقافة. لا لا سيبك مني, أنا بتقولي تقليد أنت بتقليدين أنا. الثقافة. شفت الفرق بقى, هو ده الفرق. أنا أقول لك وزارة الثقافة هي تقول وزارة السقافة, فتطلع طبعا أحلى بكتير من اللي أنا بقوله ده. لكن في النهاية كل الشكر لوزارة الثقافة والثقافة على الدعوة. عم جرب أخذ اللهجة المصرية بس مش دايما تظبط معي. صعب عليك. وبعدين تاخدي ليه لك ما بدي غلط يعني. لا ما تغلطيش, احنا اللي بنعشق لهجتكم اللبنانية, فأرجوكم يعني حافظوا عليها وعلى جمالها.
فكره ان انت هتغني بكره، خدي بالك ان ده حدث مختلف. الحدث صح. الاولاني كان حدث رسمي وكان الشكل الديني هو اللي غالب علينا، كان احتفاليه دينيه. بكره احتفاليه اقرب الى الاحتفاليه الشعبيه، انت في وسط العاصمه المصريه وفي حي شعبي، حي القلعه، وفي مكان سياحي اثري رائع رائع، هتشوفيه حاجه مبدعه، ووسط الجماهير الحقيقيه بقى من الشعب المصري اللي رايح عشان يستمتع بالفن. فقولي لي يعني توقعك واستعداداتك عامله ازاي لحفله بكره؟ في كتير ناس بيلقبوني فنانه الرؤساء لانه ثاقبت انه بمسيرتي الفنيه انا كثير اهتمت، يعني صدفت انه غنيت قدام رؤساء، من بيناتهم اكيد الرئيس السيسي، كان الرئيس كمان محمود عباس موجود. صحيح. قبل بمره كمان غنيت قدام الرئيس ترامب وقدام الرئيس الجمهوريه اللبنانيه، وانه كذا يعني مناسبات رسميه. اوكي. وهذا العنوان انه كان دائما يضحكني لانه ببتسم وقتها بيقولوا مغنيه الرؤساء، لانه شو يعني انا مغنيه للشعب، وكل شخص بيقدر اللي انا عم بقدمه وبيحب. أوكي. اللي انا عم بقدمه. لا بس ده يمكن ميزه، يمكن ميزه انه انت مغنيه بتقدمي طبعا فنك للشعب، بس كمان الدول وفي الاحتفالات الرسميه بتثق فيكي في حضورك وفي شكلك ان انت هتقدمي فن راقي، مش حاجه مبتذله، ما فيش حاجه هتخدش الحياء، فده بالعكس ده ثقه فيكي وكريدت. صحيح. ورسائل اجمالا اللي بقدمها من خلال الموسيقى تبعيتي. مظبوط. هلا حفله بكره انا كثير متشوقه لها، اول شيء لانه حيكون لقاء عن جد حقيقي مع الجمهور المصري، يعني حشوف عن جد الناس اللي عم بيتابعوني على السوشيال ميديا. صحيح. اللي دائما بيبعثوا لي كومنتس وبيحبوا يلحقوا اغاني وحافظين شو عم نزل شيء جديد وشو عملت حفلات بهالوقت وكل شيء، فسعيد كثير انه اقدر تكون موجوده معهم واقدر اتبادل هالحفله. شايفه انه النوع من الفن اللي انت بتقدميه شعبيا بقى وفي محكى القلعه كده واللقاء المباشر والحي، الناس هتستوعبه وتحبه وتهضمه؟ هتكون تجربه لإلي. انا اللي جربت اعمله، عملت شغلتين بالبروجرام اللي حقدمه، في اغاني شعبيه يعني بحبوها المصريين، من الاغاني المصريه ومن الاغاني اللبنانيه، واغاني حتى لإلي خفيفه فيها ايقاع مهضوم. كويس. وبنفس الوقت تركت شيء بيشبهني، يعني حيكون حقدم الصلاة المولاي لازم. مع ترنيمة مريم، هيدي بفتكر الناس كلها حتنتصل طبعا. وانا عايز اقول لحضراتكم حاجة كمان، السادة الافاضل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي واللي يعني سواء كانوا حاجزين وناويين يروحوا بكرة او بعد هذا اللقاء وبعد ما عرفوا احنا بنعمل تنويها هون الحفلة بتاعت تانية بكرة، اللي هيقرروا يروحوا بكرة، انتوا سمعتوا دلوقتي الجزء من الحفلة اللي كانت موجودة في ليلة احتفال بعيد الميلاد، وهتسمعوا تانية دلوقتي كمان بتغني. انا اسف ان انا خليتها تتكلم كتير، انا عارف ان انتوا عايزين تسمعوها بتغني اكتر، لكن انا بقول لكم كمان اللايف بكره مختلف، يعني وانا قاعد دلوقتي وبسمع صوت تانية حاجه تانية غير اللي بتسمعوه بقى بالسماعات والتلفزيون وبتاع، فلما تروحوا بكره كمان هتشكروني اكتر ان انتوا رحتوا. يعني اللايف اجمالا احساس مختلف. طبعاً يعني طبعا اللايف مختلف. وبدي اوجه تحيه كتير كبيره لاسامه الخولي الفنان الرائع اللي شاركني ونشوف المولاد، حيكون معي بكره بالقلعه. اكيد هي اكيد هي هي. يعني شوفوا الدويتو لايف ولن صح. يفوتكم شيء. فكنت عم اقول لك ايه، فحيكون في اغاني كمان بتشبهني بالدمج، يعني حتحافظي على الستيل تبعك؟ ايه، يلي هو فيوجن، انا بسميه فيوجن، يعني فيوجن. خليط بين اغاني شرقيه معروفه واغاني انترناشونال معروفه، بس عم نحكي الاغاني القديمه الحلوه. صح. بدمج لافت، يعني مثلا رح اخلط مغنيه الفرنسيه اديت بياف مع اسمهان، حادمج تانجو ارجنتيني مع فيروز، هلا بعد شوي بغني لكم اغنيه اهواك لعبد الحليم مع داليدا. لا طب وهلا بعد شويه ليه؟ هلا هلا انا اتكلمنا كتير، وبدل ما يعني تقولي للناس هعمل كذا، لا وريهم لايف. طب يلا هيك بنعطيهم ايه هنت شوي شو حيسمعوا بكره. تشويق تشويق سسبنس. اوكي يلا امسك المايك و اسمعينا الفيوجن اللي بتعمله تانية، اللي هو الدمج ما بين المرة دي فرنسي مع عربي مع فرنسي. صح. افتاك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والاتموعي فكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تكيد
l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme plein d'autres qui pourrait être le nôtre, genre d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, sur le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. Avec l'amour, on s'enlace. Celle où l'on se dit adieu. Soirée d'angoisse et les matins merveilleux. وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدموع يفكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك رضاها يبقى رضاك ساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. الله يا سلام، شفتي خدت بالك من الحته الاغنيه دي؟ طيب انا عايز اقول لكم حاجه مهمه عشان انتوا عارفين ان انا فتان وما بيتبلش في بقي فوله. عشان في بعض الناس اللي هتعمل نفسها واعيين واذكياء ولماحين وبيجيبوا التايهه، هيقول لك اه يا عم دي كده هم مسجلين وبيلعبوا بلاي باك، وان كل اللي حصل ده سي دي في الكنترول اشتغل وتانية تعمل زي الحركات اللي بتطلع كده وتقعد تحرك شفايفها بس مع الكلام. لا لا مش حقيقي، وانتوا عارفين ان انا فضحي وبقول على طول. لو ده كان حاصل كنت قلت لكم، بس اللي احنا عملناه دلوقتي حاجه اسمها، بتوع المزيكا هيفهموها، اسمها ماينس 1. ماينس 1 يعني السي دي عند المخرج في الكنترول عليه الميوزك بس، عليه الموسيقى بس بيلعبوا، والمايك وتانية بتغني لايف. امسك المايك كده تانية عشان تتأكد. قولي اهواك واتمنى لو انساك. مبروك عداني العيب، كدبت انا في حاجة؟ وعشان تتأكدوا الصوت اللي انتوا سمعتوه ده بسم الله، وانا حبيت تانية تعمل كده عشان تتأكدوا، علشان الصوت اللي سمعتوه ده هيقولك اه يا عم ده صوت متظبط، لا ده صوت تانية اللايف بسم الله، مش كأنه خارج من ميكسر، هو ميكسر الحنجره بتاعها. شكرا. بسم الله ما شاء الله، فعشان نبقى متاكدين يعني. شكرا على ال لا لا اصله يعني حقك ولازم تاخديه، لان ممكن حد يقول لك اه الصوت حلو بتاع بس متظبط لانه ده سي دي بيلعب. صحيح صحيح. لكن انت صوتك حلو ازاي كده؟ هيدي نعمه من ربنا. يا سلام. لا بجد واشتغلت يعني، بقول لك بصراحه اشتغلت كتير على صوتي. يعني انا اكتشفت مؤخر اني بحب اغني، يعني كان يعني مؤخر كان عمري 16 سنه. اوكي. مش من كتير زمان. من كم سنه؟ لا من ايه، من 5 سنين. اه صح. ووقت قررت انه بدي عن جد اعمل يعني غني، تركت كل شيء، رحت على باريس، عملت الكونسرفاتوار، درست اوبرا. وما كنت غني شرقي ابدا يعني خالص. حتى ما كنت اعرف، كنت اعرف كم اغاني لبنانيه بس كثير قليل. كنت انا كثير يعني اوبرا واجنبي كثير. وانا عايشه بباريس اتصلوا في من امريكا اللاتينيه، في جاليه لبنانيه كثير كبيره، قالوا لي بنعرف انت بتغني اجنبي واسباني وهيك، حابين تجي لحفله للجاليه اللبنانيه. اوكي. قالوا لي بس بدك تغني لبناني. اوكي. صرت عد كم غنيه بعرف. فاشتغلت على الريبرتوار تبعي. واكتشفت انه الريبرتوار ده اللي هو برنامج الحفله اللي هي تغني. صحيح. هتتعبني شويه في الترجمه تانية. سوري. لا لا طبعا. فاكتشفت انه كل التكنيك يعني الصوت، كيف اشتغلت صوتي انا بطريقه كلاسيكيه،
مع الاغاني الشرقيه اللبنانيه فيك تعمل شيء حلو وشوي مختلف. بس عايز في حاجه حلوه مش عارف انت قصدها ولا هيك هيك بتطلع هيك، انه يعني وانت بتغني اهواك دلوقتي انت بتغني اهواك بس مش زي اهواك الاصليه، صح؟ يعني فيها الـ 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 فيها نفس شوي، فيها نفس وفيها الاكسون الغربي، يعني كأن بنسمع مطرب فرنساوي او مطرب ايطالي بيغني اهواك. يعني هي الـ التميز تبعك انه بتغني الاغاني اللي احنا عارفينها وحافظينها ومن تراثنا العربي، لكن بتغنيها بشكل جديد اقرب الى الفيوجن الفرانكوفون، وكمان قريب على اللي هلا الشباب بيسمعوه. يعني بتعرف اليوم بتحس انه جيل جديد لسوء الحظ عم بيبعد شوي عن الاغاني القديمه للأسف. وبيحسوا انه بركي التوزيعات القديمه يعني خلص ما عادت راح عليها على الموضه، عرفت؟ فحلو انه نقدر نعملها شوي كمان توزيعات مهضومه، مثل ما انتبهت حتى بغنيه داليدا اللي لحقت اهواك حتى دخلنا القانون، يعني حلو يكون في هالحوار بين كمان الالات الموسيقيه. صح. وبجرب قد ما فيه يعني مخارج الحروف بيقولوا هيك انه كون عم بقدمها بطريقه يعني مرتبه، بس بحب اترك كمان السيجنتشر تبعيتي اللي هي منا شرقيه يعني 100% عندها هالخليط شوي. لا باينه السيجنتشر جدا اذا بتتقبلها مني. لا لا الامضاء والتوقيع هايلين. طيب عندي فاصل، قبل الفاصل نسمع الساده المشاهدين حاجه لايف بقى بدون ميوزك عشان اوكي هنعمل الغي الفاصل، مفيش فاصل، انا قررت ما فيش في فاصل. حرام ناخد فواصل ونضيع وقت، خلينا نكفي، اسمها نكفي؟ يا خلينا نكفي، نكفي يعني نكمل. هما ليه عمرك سالت السؤال ده؟ ليه الاغنيه دي اتغنت لفيينا؟ ما بعرف اشمعنى فيينا؟ انا غيران يعني ليه؟ يعني بركي لانه بتعرف فيينا معروفه للفالس، يعني نوع الموسيقى الفالس. يمكن صح، وهي فالس الغنيه. هي انا مش متخصص قوي. هي فالس، فهي 1 2 3 1 ليالي الانثى. سوري معلومه بس يا استاذه، هو الفالس ده نوع مزيكا ولا نوع رقصه؟ هو الاثنين، يعني هو ايقاع 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 وفي رقصه على الفالس، يعني الفالس عنده مثل كوريوغرافي للفالس. اوكي، يعني هي نوع موسيقى مع ايقاع رقص عليه. ايه هي هو ايقاع موسيقى وفي رقص بيمشي معه. اوكي، فيمكن علشان هي اصل الفالس، لانه هي فالس بركة. هلا قلبي انا من يوم ما اتولدت وانا بقول اشمعنى ليالي الانس، يعني ليه ما تقالش مثلا ليالي الانس في بيروت، ليالي الانس في اسكندريه، ليالي الانس في القاهره، ليه ليالي الانس في فيينا؟ فينا نحن فينا نغيرها يعني اذا حبينا. المره الجايه نغنيها ليالي الانس في بيروت او في اسكندريه، لانها تحفه، اغنيه تحفه. صح. بس عماله تمدح في عاصمه غربيه مش عارف ليه. معلش حلو، واحد نحن كمان بنمدح اوقات بمصر انه حلو كل واحد يمدح بالبلدان. الفينينيين ما زعل حدا يعني. ما تزعل حدا. صح. نخش بقى الحاجات اللي بتزعل شويه. اوف شو في بزعل؟ انت بتزعلي. انا بزعل؟ ليه؟ عشان انت كسلانه. اف ليه؟ عشان ما بتشتغليش، انت بتشتغلي على نفسك كصوت وكتمرين وكميكس او خلط اغاني شرقيه، بس كسلانه في الماركتينج، كسلانه في التسويق، كسلانه في الاعلان عن نفسك. بتلاقي ما بعرف، ما انه اوقات بحس انه ما بدي كتير كمان ازيد عن الناس. يا سلام، حتى ما يزهقوا مني. لا يا حبيبتي لا، ما فيش في الدنيا فنان يقول ما بدي كتير، بالعكس ده هو الفنان طبعه انه يبقى بده كتير وبده تواصل يومي وعلى طول في نافذه واتصال بينه وبين المستمعين والمشاهدين والجمهور، سواء ما كانش بكليب منزله او سنجل منزله او سي دي منزله او حفله بيعملها، يبقى على الاقل من خلال تواصل ودوشه كده على السوشيال ميديا. انت عارفه الفنانين بيعملوا كل حاجه، بس الاختفاء في رايي، الاختفاء عند الفنانين الجمهور بيعتبره جريمه لا يمكن السكوت عنها. هلا انا ما عم بختف، يعني عم بضل في شيء جديد عم بعمله، ان كان اغاني او حفلات، او هلا مثلا من شهر ونص عملت حفله بلبنان وقدمت لاول مره اغاني جديده رح اغنيهم بكره بالقلعه. حلو. وحينزلوا يعني هلا لشي شهر شهر ونص. ممتاز. تكون كثير صريحه معك، انا هدفي الاول منه النجوميه، يعني اذا بتسالني انا تانيا داخلي جوا، انا عشقي هو المسرح، عشقي انه غني للناس والناس تنبسط بصوتي، بس انا ما بيهمني مثلا انه اكون عم بمشي والناس كلها تشوفني، يعني
مش هيك بركي الماركتينج تبعي هو اكثر صوب صوتي والاغاني واقل صوب عرفت الهمروجه تبع النجوميه يعني بس بركي غلط ما بعرف بص يا تامر تامر عم يعمل لي درس الليله انت عارفه ان انا بعزك وبعز الفن اللي بتقدميه صح؟ صح وهيدا انا بقدره كثير وانا قلت لك اول ما رجعت شفتك اليوم انه انت من الاشخاص يلي كثير كثير اثروا فيي بمصر لانه انت اول شخص اصلا حكيت عني من بعد هيدا الايفنت بهالطريقه الحلوه يعني انا وقتها حضرت اللي انت حكيته عني والله نزلوا دموعي لانه كثير كثير تاثرت ومش هيك دغري ما انبسطت انه ارجع اجي واستضفتني انت من انت على راسي وانا الحقيقه مش بجاملك انا المشاهدين عارفين انا اي حاجه حلوه وبتقدم قيمه وبتقدم حاجه يعني الناس بتحبها بجد وبتفيد الناس انا من عشاقها ومن يعني اكتر الناس اللي ممكن يخدموها كمان علشان توصل. سيبك بقى من اللي انت قلتيه ده عشان ده ما بياكلش عيش بالبلدي كده مصري ما بياكلش عيش. الفنان انا ما بقولكيش انا عايزك تشتغلي على نفسك عشان تبقي نجمه النجوم وتمشي تمضي اوتوجرافات وتصوري مع الناس مع ان المفروض ده يحصل. الفنان علشان حاسس ان عنده حاجة قيمة وعشان توصل للناس لازم يبقى مشهور ومعروف ومحبوب عشان الحاجة توصل صح 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 اكيد فالشهرة هنا مش غاية انا مش عايزك تبقي مشهورة عشان الشهرة والمجد في حد ذاته انا عايزك تبقي مشهورة ومحبوبة ومعشوقة والسكيل بتاع الجماهير واسع وعريض في الوطن العربي علشان دي تبقى القاعدة اللي تنقلي بيها رسالتك وتنقلي بيها فنك وتنقلي بيها غناك ففي فرق ما بين الغاية والوسيلة فهمت عليك خلاص مرسي مرة جاية مفيش اعذار ومرت الجاي بجيك مع فرجيك كتير اشياء عملتها حتى ما تقول انك كسلاني وما زعلك ما بدي زعلك عشان مستخسر موهبتك انها ما تبقاش بومينج في كل الوطن العربي والعالم لانه للاسف الشديد في حاجات اقل كثيرا وتقريبا ما فيهاش فن ولا قيمه خالص ومنتشره واخده شهره بس كمان اذا نكون صريحين انه اليوم الشهره ما بتتطلب صوت اجمالا واللي بينشهروا بسرعه مش لانه صوتهم حلو يعني هيدا فينا نقولها وبفتكر الناس حق. كلها بتعرف عندك حق وده اللي بيضايقنا هيدا بيضايق بس ما المشكله كمان انه بس لازم تحترمي في دول لا انا بحترم شغلهم يعني بحترم لا كل شخص هو لانه هو بيعرف هو انا مش بتكلم على الشخص اوكي تحترمي في النماذج اللي انت ذكرتيها دي انه رغم انه ما فيش صوت بس بيشتغلوا على نفسهم وبيشتغلوا على الماركتنج والدعايه 100% لانهم عارفين ان الصوت 0% فما بالك انت بقى الصوت 80 90 95% ففضل شويه حاجات صغيره نكملها ولا ايه صح عندي حق ولا خلاص تامر انا هاسمع منك ومرت الجاي والله والله حبا في كتير موهبتك مبسوط. والله انا كثير مبسوط حبا في موهبتك بعرف بعرف وانا بقدر هيدا الشيء والله تمام سمعينا ايه نسمع ايه مختلف نسمع شيء لالي يا ريت يا ريت حتى ما تقول اني كسلانه وما لا انا عارف ان انت مش كسلانه هديك المرة مرقنا هيك جزء من الكليب شو مخبى الليل صح غني لكم هيك شقفة صغيرة اللي تأموري بيه حضرتك أو لا هغني لك واحدة تانية جديدة ماشي أيوة كده أو كده لازم تنحررها كده عشان تطلع الجديد أنتوا بفتكر بتحبوا كتير مروان خوري صح؟ طبعا الفنان طبعاً الشامل طبعاً أنا بحبه كتير هو عمل لي أغاني كتير حلوة صوت رائع وبيعجبني أكتر في مروان ال- 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 الطريق اللي هو ماشي فيه يعني تحس إنه مدرسة ونوع معين من الاغاني كده مش زي الناس صحيح. مختلف له بصمه كلامه حلو صح. وموسيقته بتمشي مع الكلام صح. وبيقدر يوصل لك الرساله او الحس اللي بده اياه جدا جدا فعمل لي غنية جديده اسمها حب الحياه لانه انا كثير بحب الحياه حب الحياه فقال لي بتشبهني الغنيه وحقدمها بكره بال وبتعرف اللافت كان اليوم عم نتمرن بالاوبرا هاوس مع الاوركسترا انا بكره حيكون معي 20 اكثر 25 عازف من مصر بسم الله ما شاء الله حاجه حلوه حاجه حلوه اول مره فهيك عم نشتغل سوا ومعي بس عازف البيانو لوكاس شيء معي من لبنان لا هتنبسطي قوي بالعزف لا كثير انبسطنا يعني انا صار لي يومين بروفيت في اقول لك انه احساس رائع وحلو الشغل معهم ومن قلبهم عن جد صح. مع انه الرب انه في شغل كان لانه اغاني اوقات جديده عليهم وتوزيعات جديده فحسيتهم انبسطوا كثير بهالغنيه هلا مع الموسيقى بكره بتسمعوها هي اكثر هيك سوينج مهضومه طبعا. بس هيك بحطكم شوية بالاجواء هنت عنها مين قال ان صوتك محتاج مزيكا انا بحب غني بدون موسيقى مين قال يعني انت قلتي قبل البتاع كده وبتغزل عيني يعني قلت لك بكره طبعا هتبقى احلى بالميوزك وهيك لكن انا بقول لك انها كده احلى من غير ميوزك وهيك شكرا انا قلت لك المره اللي فاتت في الانترفيو وبعيد وباكد ومصر ان انت نسخه جميله كمان
من الست ماجدة الرومي. ده بجد يعني مين فيكم ما سمعش في خصوصا في الاغنيه اللي فاتت خصوصا الاغنيه اللي فاتت انا حاسس ان في حتتين كده انا لو غمضت عيني احس ان الست ماجده هم عندهم هناك بيقولوا الست ماجده هيدا لقلي شرف كبير لانه طبعا دي قيمه وقامه كبيره جدا كتير جدا كتير جدا, ايه جدا. طب ممكن عشان خاطر يغني لي كوبليه من اي اغنيه لماجده اكيد لو سمحتي غمضوا عينيكم وانا هتحسوا ان انا في ضيافه ماجده الرومي اعمل فيكي ايه سهرة بجد صوت ساحر شكرا. بجد صوت ساحر وجميل وفي حاجة كنت زمان كده كنت أسمع والدي الله يرحمه كان يقول لي كده في صوت أخاذ وأنا مش عارف أخاذ دي اللي هي بتعمل إزاي النهاردة بس عرفت يعني أخاذ أخاذ يعني ياخد العقل وياخد الروح ويروح بيهم في حتة تانية كده وأنا مش عارف أنت واصلكم اللي واصلني عبر التلفزيون ولا لأ بس لايف بجد تستمتع وتبقى في حالة تانية كده وتبقى عاشق للفن الرائع والأصوات الحلوة وكمان أحلى ما يميز تانية بخلاف صوتها اللي ربنا حباها بيه إنها بتطلع كل ده بإحساس يعني مش مجرد بس بتؤدي لا هي بتؤدي بإحساس كبير فالصوت والنعش كده بقول لكم بجد مش محتاج ميوزك ولا عازفين رغم أهمية العازفين طبعا انت نورتيني يا تانية شكرا ميرسي وكل مرة بسعد بيكي اكتر من المرة اللي فاتت والمرة اللي جاية عايزك تبقي مشرفاني هنا ضيفة ولاقي 100,000 واحد من الفانز واقفين برا على الاستوديو مستنيينك وعايزين الاوتوغراف ويتصوروا معاك شكرا ميرسي كتير وانا متأكد انت بكرة تعملي حفلة قنبلة كده ان شاء الله تكسر الدنيا وتنجحي نجاح على كبير واعتبري البرنامج ده برنامج بتاعك شكرا وهو الوكالة الحصرية ليكي ممنوع ظهورك في مصر إلا من خلاص أول كل ما إجي أول مشوار عندك ده على راسي بس أنا عن جد بدي أشكرك كتير وبدي أشكر كمان عادل اللي نسق معي تحت الهوى وكل الأكيب يعني عن جد صرت بحس حالي جاي على محل يعني ده محلك وبيتك و بعرفه ومعودت له وكتير كتير عن جد بقول لك إنه كتير بقدرت اللي قلته واللي بعدك عم بتقوله ونصايحك رح أخذهم بعين الاعتبار وإن شاء الله نشوفك بلبنان هلأ صار لأنه كل اللبنانيين عم بيلحقوا الحلقات معك الحمد لله وتداولوا كتير الحكي اللي حكيته وقتها فان شاء الله نشوفك كمان لا انا حاجه اعمل حفله ان شاء الله واغني في بيروت بس تقبل غني معك هخسر لا بلاش الحفله بتاعتي هتبقى مش بني ادم فليه هتضيع نفسي شرفتيني يا تانية وكلنا بنحبك وبنحب فنك ودايما متالقه شكرا وطبعا تحياتي لبنان وشعب لبنان كله ولكل الشعب المصري وانا ناطرتكم بكره ان شاء الله تكون نورتيني هيك حفله ننبسط فيها سوا ان شاء الله شكرا نورتينا يا جميل شكرا استمتعوا معنا بهذا الصوت وبكره حيوها كمان ووروها قد ايه انتوا بتحبوا كل حاجه جميله في مهرجان محكى القلعه تصبحوا على الف خير بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدينا والفقره الطبيه الاسبوعيه في برنامجكم اخر النهار والنهارده بنقدم حمله فؤاد مظبوط وهي الحمله المعنيه بالتوعيه عن امراض القلب والضغط اللي مش مظبوط هي حمله فؤاد مظبوط ولما الضغط ما بيبقاش مظبوط ويعلى ممكن ياثر على ضربات القلب احنا عرفنا من يعني الحملات دي انه الضغط ده اسمه القاتل الصامت وبالتالي واجب جدا التوعية عليه علشان ناس كتير جدا من اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ممكن ما يبقوش شايفين اي اعراض ومع ذلك يبقى عندهم مرض الضغط انا بيشرفني النهاردة دكتور سامي السيد العزب استشاري امراض القلب والعناية المركزة اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بحضرتك يا فندم ليه سموا الضغط القاتل الصامت هو الضغط اتسمى بالمسمى ده لان في ناس ما تعرفش ان عندها ضغط يعني انا مثلا الضغط الدم الطبيعي بيبقى 120 على 80 مليمتر زائد او ناقص 10 ممكن الانسان ضغطه يعلى واحده بواحده من غير ما يحس يعني مثلا 120 على 180 زائد او ناقص 10 تبقى 130 على 90 والجسم يتعود عليه ياخد فتره اسبوع 10 ايام وكل شويه يزيد من غير هو ما يحس لحد ما يوصل للارقام اللي احنا بنسمعها الارقام الفلكيه اللي هي ال 200 على 120 وال 210 على 130 وهنا الكارثه الكبيره عشان كده سمي بالقاتل الصامت
من ستر ربنا على ناس كتير بيبدا يحس بيه ساعه ما يجي يرتفع شويه. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ممكن واحد يقول لك انا مصدع شويه. ايوه. واحد تاني يقول لك انا عندي غثيان. واحد تالت يقول لك انا عندي قيء. واحد رابع يقول لك انا بدات انسى. واحد خامس يقول لك انا عندي زغلله في العين. سادس يقول لك انا عندي طنين في الودان. سابع يقول لك انا حاسس بخفقان في قلبي، انا حاسس ضربات قلبي مش سريعه بس قلبي بيخبط في صدري يا دكتور. واحد تامن وتاسع وعاشر يقول لك انا عندي ضيق في النفس. دي اعراض بتبقى اعراض تنبيهيه. ده ستر بيبدا يدور على الاسباب للكلام ده، واول حاجه بيفكر فيها الضغط، وخصوصا لما يبقى فيه فرد من افراد العيله عنده ارتفاع في ضغط الدم بيبقى عنده فيه فكره مسبقه عن هذا، فيبدا ينبهه يقول له لا روح قيس ضغطك او استشير طبيب متخصص. هو ده الضغط. ضغط الدم هو ضغط داخل الشرايين، هو ضغط وارتفع جوه الشريان فاصبح فيه مقاومه. المقاومه دي بتخلي القلب يبذل مجهود اكبر عشان يدفع الدم منه لبقيه اعضاء الجسم. تمام. فيجهد القلب، فاصبح عندي احد الاسباب الرئيسيه لاجهاد القلب وتضخم عضله القلب والنوبات القلبيه هو ارتفاع ضغط الدم. اصبح عندي لان هو خلاص هو طلع راح جوه الشرايين، اصبح عندي المخاطر بقى بتاعته اللي هي السكته الدماغيه سواء كانت نزيف او جلطه، الشبكيه بتاعت العين اللي بيحصل فيها النزيف، الكلى وامراض الكلى والفشل الكلوي، القلب والنوبات القلبيه. عشان كده سمي بالقاتل. الاعراض والاثار الجانبيه بتاعه ارتفاع ضغط الدم او ارتفاع الضغط داخل الشرايين. طيب يعني دلوقتي اي حد يعني حس بالاعراض دي او يعني او ما حسش وحس انه يعني ممكن لازم يروح يكشف، ايه هي الطريقه المثلى للكشف بقى على ضغط الدم؟ معظم الناس بتروح الصيدليه وبتروح تقف تقيس لها الضغط ويقول لها لا ده كويس مش عارفه ايه، ايه الطريقه المظبوطه؟ بص حضرتك، طبعا اللي بيروح الصيدليه لو اللي واقف في الصيدليه ما عندوش فكره دي مشكله كبيره. انا المفروض اصلا الانسان اللي يقيس الضغط ده له حاجات معينه لازم تتعمل قبل قياس الضغط. يعني ما يجيش واحد داخل من الشارع للصيدليه ويمد دراعه يقيس الضغط. لا، يقعد ينتظر شويه يهدى وبعدين يتقاس الضغط. طريقه قياس الضغط لازم الدراع يبقى في مستوى القلب. أيوة. والرجل تبقى متثبته على الارض. والإنسان يبقى في هدوء. لو هو مدخن لازم يعدي ربع ساعة لنص ساعة عن آخر سيجارة شربها. ياه، أهي دي معلومة جديدة. لازم ما يجيش واحد يبقى طافي السيجارة بره صيدلية ويجي الصيدلي يقيس له الضغط، لأن تأثير التدخين على حاجتين، الجدار الخارجي للشرايين والجدار الداخلي. يبقى أصبح السيجارة ممكن تعمل لي قياس ضغط غير صحيح لحظيا. النقطة الثانية ان ممكن الصيدلي يكون عنده بعض الفكرة ويقيس الضغط فيبدأ يصرف علاج للمريض من غير المريض ما يستشير متخصص. ويقع المريض في الصيدلية لان هنا القياس خاطئ. يبقى اذا انا لو هروح الصيدلية يبقى انا عندي فكرة ان انا لازم اكون هادي، لازم اكون قاعد، لازم الطريقة تكون مثلى في قياس الضغط. حسيت ان الصيدلي وانا خلاص، انا عشان كده هي الحملة للتوعية طبعا. انا خلاص بدات اعرف والناس بدات تتثقف والناس بدات تطلع على النت والناس بدات تشوف اليوتيوب وتعرف يعني ايه كذا ويعني ايه كذا ويعني ايه ضغط ويعني ايه ياس وازاي. خلاص انا عندي فكره، هدخل الصيدليه ما عمليش اللي انا عارفه، هقول له متشكرين وابدا اشوف انا هعمل ايه. الخطوه الثانيه بقى ان انا اروح لمتخصص. ايوه. يقيس الضغط بتاعي بطريقه مظبوط. هي دي المنظومه بتاعت قياس الضغط. مش انا هاجي واروح واقيس الضغط وانا واقف وابقى في ضغوط نفسيه او لسه طافي السيجاره او جاي من مشوار او طالع سلم. لا، كل دي لازم ناخد بالنا منها والناس تبقى على وعي بيها. طيب احنا سمعنا مؤخرا انه الشباب بيقعوا، يعني يقول لك يعني اصل فلان جات له ازمه قلبيه، فلان وده فلان ده 30 سنه وحاجه و30 سنه صغيرين، فايه اللي ايه اللي ممكن يوصلهم لكده؟ بص حضرتك، كنا زمان بنقول ان الرجال فوق 60 سنه وان السيدات فوق ال 65 سنه هنا بيبدا الامراض بتاعه القلب تظهر والامراض بتاعه ارتفاع ضغط الشرايين تزيد والكلام ده، لان الناس زمان كانت العيشه غير العيشه.
الناس زمان كانوا بيمشوا، الناس زمان كان الهدوء، ما كانش فيه سرعة في الحياة، ما كانش فيه الضغوطات النفسية والعصبية. إنما تعالي بص حضرتك دلوقتي، الطلبة هم صغيرين، حتى طلبة المدارس بتوع كيجي أو ابتدائي، الموبايلات في ايديهم والحاجات اللي بيلعبوها والضغوطات النفسية والعصبية، طريقة الأكل والشرب، الأكل الجاهز اللي كله مكسبات طعم ولون، اللي كله ملح، اللي كله دهون، الكلام ده كله بيأثر. النقطة الثانية، الشباب الصغير اللي بدأ يدخن، سواء كان بيدخن التدخين العادي اللي هو السيجارة أو الشيشة اللي بدأت تبقى منتشرة للأسف في مصر ومنتشرة ما بين الشباب الصغير سواء كانوا أولاد أو بنات، ما بيعتبروش إن دي تدخين ضار، يعني الشيشة دي هوا كده. لا بص حضرتك، هنقول بقى معلومة، ممكن نخرج من الحتة دي بمعلومة مهمة جدا من منطلق الناس بتوع أخصائيين الصدر مش أخصائيين القلب. كنا زمان بنقول التدخين اللي حضرتك بتقول عليه ما بعتبروش تدخين، الناس بتوع الصدر دلوقتي بيقولوا إن الدخان بتاع الشيشة لو عد على المية بيلزق على جدار الرئتين يعمل تليف في الرئة، فأصبح الشيشة الواحدة اللي احنا كنا بنقول عليها زمان هي اخف من السيجاره، تاثيرها على الرئتين تساوي تاثير 100 سيجاره، كانه دخن 100 سيجاره. هو وقعد واحد خد حجر كده زي ما يكون 100 سيجاره، تاثيرها على الصدر غير. احنا قلنا تاثير التدخين على جدار الشرايين والشرايين والاجهاد بتاع عضله القلب، يبقى اصبح الاكل والشرب، اصبح ضغوطات الحياه، اصبح السرعه، اصبح التدخين، اصبح العصبيه والنرفزه. النقطه الثانيه، ما عادش حد بيمشي. احنا زمان كان الشارع بيبقى فيه عربية، وبعد كده بقى البيت فيه عربية، بعد كده بقت الشقة فيها عربية، دلوقتي كل شقة فيها كام عربية؟ صحيح، ما عادش فيه مشي، ما عادش فيه رياضة، فأصبحت أمراض السمنة كل حاجة نتصل نطلبها بالتليفون. ما انا بقول لحضرتك أمراض السمنة. تعالي بص حضرتك دلوقتي، الأولاد على الواتس وعلى الماسنجر بيكلموا بعض جوه البيت من خلال الشتات. صحيح. يعني حتى الحركة البيتية ما عادتش موجودة. هل الكلام ده كله ما يجيبش ضغط في سن 18 سنة فما فوق؟ كمان وصل 18 سنة؟ وأقل من كده. أنا بيبقى عندي طلبة ثانوية عامة أيام امتحانات، ضغط الطبيعي بتاع الطالب ده بيبقى 110 على 70 مليمتر زئبق أو 120 على 80، ممكن يجي لي أثناء الامتحان 160 على 100 و 170 على 100، مشكلة طبعا جامدة جدا. فهنا أصبحت ضغوطات الحياة وأسلوب الحياة وأسلوب الطعام عليه عوامل مهمة جدا، إن الضغط بيجي بدري أكتر من الأكل. طيب بالنسبة بقى لضربات القلب السريعة، هل هي مرتبطة شرطيا بارتفاع الضغط؟ لا مش لازم. بس هي ضربات القلب السريعة لما تبقى مع الضغط العالي بتجهد القلب. يعني أنا عندي دلوقتي قلنا أن الضغط العالي القلب عايز يدفع الدم خلال الشرايين ففي مقاومة فبيجهد. طب ضربات القلب السريعة برضو بتجهد القلب، فلما يبقى مريض الضغط العالي معاه ضربات قلب سريعة هو عرضة لأمراض القلب كتير جدا، يجهد القلب، يخلي العضلة الكفاءة بتاعتها بتقل. فلما يبقى عندي عيان ضغط الدم بتاعه مرتفع وكمان ضربات قلبه سريعة فالأمر بيزيد، فأصبح الأمر هنا كأني بضرب عوامل الخطر في اتنين. فهنا لازم في الوقت ده العلاج اللي أنا هكتبه للمريض ما يبقاش علاج ضغط فقط. لازم يبقى علاج ضغط وفي نفس الوقت يقللي ضربات القلب علشان يبقى العيان في أمان من الناحيتين، ما يبقاش جزئية واحدة. طيب الأدوية بقى للتحكم في الضغط المرتفع، برضو أحيانا واحدة تسمع أنه مثلا جارتها قريبتها خدت دواء معين فممكن تتصل بالصيدلية تاخده أنه ده زبط لي الضغط قوي وكده، فتتصل منها لنفسها، فإيه خطورة ده؟ خطورة ده حضرتك، أنا زي ما احنا قلنا أنا ممكن يجي العيان مريض ضغط الدم عنده عالي وضربات قلبه سريعة، واحد تاني ضغط الدم عالي وضربات القلب بتاعته مظبوطة، واحد تالت ضربات قلبه بطيئة. طب ولنفرض ان جارتها او صاحبتها او قريبتها كانت ضربات قلبها سريعة وموصوف لها دواء الضغط اللي بيعمل عملية تظبيط لضربات القلب، وهي نفسها ضربات قلبها بطيئة، لو خدت الدواء ده وضربات القلب بقت اقل من المعدلات الطبيعية، يبقى انا وانا بظبط الضغط دخلت المريض بتاعي في مشكلة تانية لانه ما عندوش وعي. دي نقطة. في ادوية بتأثر على الصدر، أدوية الضغط بتأثر على الصدر بتأثر على التنفس، فلو هي المريضة اللي استشارت صاحبتها أو جارتها كان عندها مشكلة في الصدر وخدت دواء من اللي بيأثر على الصدر دخلت في مشكلة صدر. عندها مشكلة بسيطة في الكلى، بعض الأدوية بتأثر، عندها مشكلة بسيطة في العينين، عندها حاجات كتير جدا، فلابد من استشارة المتخصص.
عشان يقدر يديني العلاج المظبوط. تمام. طيب هو دايما الناس تبقى محتاره دكتور، قلب ولا بطنه؟ يعني انا الضغط بتاعي مش مظبوط اظبطه فين؟ بص حضرتك، انا دلوقتي دكتور البطنه ودكتور القلب ودكتور الكلى كلهم بيعالجوا الضغط. تمام. فالمريض بيستشير الدكتور الطبيب القريب ليه، الطبيب اللي هو يرتاح له، لان هي القصه مش قصه علاج بس حضرتك، لا ده انا باخد الكلام من العيان، بشوف الهيستوري، بشوف القصه بتاعه العيان، بقول له في حد في العيله عنده ضغط ولا لا، في حد في العيله عنده امراض قلب ولا لا، لازم اتكلم معاه. فيفضل المريض يستشير الطبيب اللي هو بيرتاح له، سواء كان اخصائي بطنه، سواء كان اخصائي قلب، او اخصائي امراض كلى، الثلاثه يقدروا يعالجوا الضغط بصوره جيده. طيب امراض القلب بقى يا دكتور، يعني احنا يمكن غطينا فكره الضغط المرتفع، انما امراض القلب هل هي ممكن يكون مثلا التدخين يعمل امراض قلب، الاكل اللي مش مظبوط يعمل امراض قلب، عدم الرياضه يعمل امراض قلب، ولا هي مرتبطه بحاجه تانية بالضغط؟ بص حضرتك، انا ممكن يجي لي مريض ما عندوش ضغط بس عنده مشكله في القلب، مريض مثلا عنده عيوب خلقيه في القلب، مريض مثلا عنده مشكله في الكلى، مش لازم الضغط. المدخن ممكن يجيله ذبحه صدريه من غير ما يبقى ضغط الدم عالي، لان احنا قلنا التدخين وتاثيره على الشرايين داخليا وخارجيا. تمام. انا عندي عضله القلب بتغذى بالشرايين التاجيه خارجيا، وعندي الشرايين اللي بتطلع منها عشان تغذي بقيه الجسم كله، فممكن الانسان يبقى مدخن والكلام ده ياثر على القلب. تاثير الملح على ارتفاع ضغط الدم، وتاثير الملح على حجب السوائل داخل الجسم. يعني ممكن الانسان ما يبقاش عنده ضغط ومفرط في اكل الدهون ومفرط في اكل الملح ويصاب بامراض القلب. عندنا ارتفاع الدهون والكوليسترول الوراثي ممكن يرفع الضغط، ممكن، بس ممكن ما يرفعش الضغط ويؤثر على القلب، يعمل لي هبوط في القلب، يعمل لي الذبحه الصدريه، يعمل الامراض بتاعه القلب. السمنه كمان بتؤثر على القلب. السمنه حاجه من الحاجات اللي بتاثر تاثير مباشر، سواء كان على الضغط او على القلب او على السكر. يعني لما يبقى حد في العيله عنده حاجه من امراض السكري او حاجه من امراض الضغط الدم العالي او امراض القلب، يبقى الانسان عينه على اولاده. عينه على اولاده من ناحيه ايه؟ اللي ما بيعملش رياضه واحد، اللي سلوكياته فيها عصبيه ونرفزه اتنين، اللي بيبقى فيه عنده سمنه ثلاثه، اللي بيبقى هيدخن مبكر اربعه. الكلام ده كله بيأثر، فأصبحت السمنة هي واحدة من الحاجات اللي بتأثر على ثلاث حاجات كبار، القلب والضغط. يعني الفكرة مش فكرة شكل وانا عاجبني شكلي كده او انت محبوب كده او ده، الفكرة فكرة صحة. طبعا. يعني السمنة المركزية، الناس بتعتقد ان السمنة المركزية دي يعني حاجة في المخ. لا، السمنة المركزية هي محيط البطن. ويقاس محيط البطن بطريقة حول السرة، بتبقى ليها ارقام، الارقام دي لو عدت يبقى في سمنه مركزيه. يبقى الانسان عرضه لما يكون في وراثه للامراض اللي احنا قلنا عليها، عرضه للكلام ده. يعني انا مثلا عندي اربع اولاد، اتنين منهم اللي احنا هنقول عليهم واتنين منهم اللي احنا هنقول عليهم، الاتنين اللي هم عصبيين، اللي ما بيعملوش رياضه، اللي بياكلوا ملح كتير، اللي بياكلوا دهون كتير، واصيبوا بسمنه، دول هيجي لهم ضغط، هيجي لهم سكر، هيجي امراض قلب، هيجي. والاتنين التانيين محافظين على نفسهم، هاديين، عارفين هما بياكلوا ايه، بيمارسوا رياضة، الهدوء، يبقى دول عندهم الاستعداد، بس ممكن يفضل طول عمره. انا بسميها ايه؟ الحرامي موجود على الباب. هيدخل الحرامي امتى يا استاذة؟ لما افتح له الباب واسيبه بقى. ولو دخل البيت مليان مليان الحاجات اللي احنا قلنا عليها. صحيح. الحاجات الكبيره، المخ واحد، شبكيه العين اتنين، انا بحفظ العيان كده وانا نازل، المخ واحد، شبكيه العين اتنين، القلب ثلاثه، الكلى اربعه، الاربعه الكبار. تخيلي حضرتك لو واحد جاله نسيان وهو في سن صغيره، او واحد فقد عينه وهو في سن صغيره، او واحد حصل له ازمه قلبيه وهو في سن صغيره، او حصل له فشل كلوي، طبعا حاجات كتير بتتاثر. بس انا بجيب الاربعه الكبار علشان العيان يهتم ويبقى عارف هو فين بالظبط. جميل. طيب لو واحد قاعد في البيت، سيده رجل، امتى يقول انا لازم اتوجه لطبيب قلب؟ احيانا يقول لك لا ده وجع، ده شويه برد، ده يعني امتى يقول لا ده دكتور قلب لازم اروح؟ بص حضرتك،
طبعا احنا كنا زمان نقدر نقول شويه برد، نقدر نقول انا سني مش دلوقتي، انما الحاجات اللي احنا قلنا عليها تخليني حتى لو هستشير الطبيب بتاعي وما يطلعش عندي حاجه انا مش خسران حاجه. لان العوامل البيئيه اللي هي الاكل الغير صحي اللي هي السمنه، الحاجات الفيزيقيه اللي هو السوائل اللي انا باخدها والملح اللي انا باخده، الحاجات الجينيه اللي هي الوراثيه تخليني لو حصل لي مثلا وجع في صدري مفيش ما يمنع ان انا استشير الطبيب القلب ويقول ان ما عندكش حاجه. لما يبقى عندي صداع مفيش داء مفيش مشكله ان انا اقيس الضغط ويطلع ما عنديش حاجه في الاخر. انما يبقى عندي وانا ما اعرفش دي مشكله. يعني الوجع بيكون شكله ايه؟ وده اخر سؤال يا دكتور علشان يعني الناس ما تستهونش بالقصه. بص حضرتك، انا عندي صداع شديد غير مبرر، احساس غمامان نفس او غثيان او قيء بشده، تصفير في الودان جامد جدا، نهجان وانا ما بنهكش، الم شديد في القلب، والالم يجي الانسان يقول لك ده انا قلب بيتعصر، او حاسس ان في مكبس، او الوجع راح ناحيه كتفي الشمال وسمع في ظهري، او يقول لك انا حاسس ان ضربات قلبي قويه وسريعه. الكلام ده كله كلام تنبيهي يخلينا من بدري ندور، من بدري يبقى في وعي. جميل، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا في نهايه اللقاء. شرفتني دكتور سامي السيد العزب استشاري امراض القلب والعنايه المركزه، شرفتني يا دكتور. أنا بشكر حضرتك وأتمنى نكون وصلنا معلومة مبسطة جدا للناس كلها وكل المستمعين، وربنا ما يجيب لهمش حاجة يا رب. شكرا جزيلا، بشكركم مشاهدينا وأشوفكم على خير في الحلقة الجاية إن شاء الله. شكرا.